من حوالي أسبوع أو 6 أيام بالكتير، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت حملة للتوعية بمخاطر الإدمان. دلوقتي إحنا هنروح نشوف قصة لحد من الشباب المتعافين من إدمان المخدرات وإزاي قدر إنه يقاوم الإدمان ويتعافى. وكنت عايز أجرب وفكر إن الفهلوة والجدعنة وإن أنا أكون راجل، إن أنا أشرب السجاير وأشرب وأمشي في طريق المخدرات. عنف في التربية شوية خلاني بدأت أهرب طريقة التفكير الغلط دي، إن أنا أشرب مخدرات. بداية رحلتي كده مع المخدرات أنا دخلتها عن طريق إن أنا حابب أجرب وعايز أجرب، وعندي مفاهيم مغلوطة كده إن المخدرات أو حتى السيجارة الفاضية إن أنا أكون راجل إن أنا بشربها. دخلت كده أول حاجة عن طريق فرع الدخان اللي هو البنج والحشيش، بدأنا كده نعمل جمعية بنلم من بعض، وبدأنا بنروح نقعد في الأفراح وعايز أظهر أكتر من كده وسط المنطقة وسط المجتمع بالطريقة دي. طبعا دي كانت مفهوم عندي أنا غلط إن هي دي الطريقة الصح اللي أنا هطلع بيها راجل أو أي كان. عمري 36 سنة، غارز من بدري فيها كده. كنت وصلت واتنقلت كده من أول فرع الدخان، كل شوية أجيب آخر فرع الدخان، زهقت من البنج والحشيش ده، بدأت أخش في البرشام والعقاقير والمواد المغيبة. علي لقى نفسه خلاص غارز وعايش على الدنيا كده بكل بساطة ميت. أنا مش قادر يعني أقوم من نومي ولا أدي وظائف الحياة بتاعتي أو اليوم العادي الطبيعي اللي أي بني آدم بيعملوا في يومه الا بالمخدر والجرعه بتاعته. طيب واحده واحده كده لقيت نفسي بخسر محل واتنين وتلاته، لقيت امي محصوره عليا، الست بتعيط وبتموت ومش عارفه تحل لي ولا عارفه لي طريق. فجاه لقيت حاجات بتختفي من البيت، فجاه بقيت الحاجات دي بتتشال من قدامي. الست بدات استخدم معاها اساليب عنف، ان انا بطلب كل يوم منها فلوس زي ما اقول بالعافيه، انا عايز فلوس دلوقتي، واساليب عنف غريبه. اخويا بيجي من شغله شقيان، مجرد ما بخش ياخد الدش واكون انا فاتح محفظته واخد منها كل عزيز وغالي فيها، وببدا اجري على المخدر. هو حتى البخاخه اللي بشتغل بيها للناس، المقص بيتباع، انا لو ناقص كنت هبيع بلاط المحل كنت هبيعه. ده كله تحت تاثير ان انا عايز اقوم الصبح كل يوم اخد جرعتي. بكل بساطه كده انا رجعت للحياه في خلال الثلاث سنين اقوى مما كنت عليه في الاول، الشخصيه اللي نازله من بطن امي، حتى اقوى شخصيه علي لقى نفسه فيها. انا النهارده الحمد لله كده شغلي في احد مراكز الصندوق، وبساعد وبنقل رساله امل، وده كله عن طريق الارشادات اللي باخدها الدكاتره بتوعي والاخصائيين، ازاي اتعامل مع المريض اللي كان زيك وازاي انقل له رساله امل، عن طريق خبرات حياتيه ومشاركات وبرامج انا بتعلمها وقادر انقل للناس دي بوقفتي حتى كده ان انا كنت فين وبقيت فين الحمد لله. حابب بس اوجه رساله كده رقم واحد، انا حابب ادعي للشباب كلها بتاعت مصر ربنا يحميهم، بس انا بقول لك ما تجربش طريق المخدرات. انا كده جربت لك كل انواع المخدرات، ما تجربش المخدرات، نهايتها ما بتكونش غير في ثلاث حاجات: السجن، مصحات الجنون، الموت. حاليا واقوى شراسه المرض هي بتوصل لتربه، بطل مخدرات احسن ما تبطل تعيش. دايما لما بشوف حاجه ايجابيه بقعد افكر اقول طب لو ده ما حصلش كانت هتبقى نهايته عامله ازاي؟ يعني لو علي ما تعافاش من ادمان المخدرات توقعوا نهايته كانت هتكون عامله ازاي؟ طبعا كلنا عارفين ان هي كانت هتكون عامله ازاي بالنسبه لعلي. علي يمكن حط ايدينا على حاجات مهمه جدا. بدايه دخوله الى عالم المخدرات، وبدا بسجاير وبدا يشرب مخدرات وبدا يقول زي ما بعض الناس بيقولوا تفاريح في الافراح، الحاجات اللي دايما بنسمعها من الناس دي كانت بدايته. وصل بيه الامر لايه؟ للإدمان. طب الموضوع كانت بدايته قبل ما يدخل لعالم الإدمان كانت إيه؟ كانت التربية. علي بيقول لنا إن التربية الغلط بتؤدي في النهاية إلى إن الطفل أو الشاب يوصل لهذه المرحلة اللي وصل ليها علي، بدأها من العشرينات وشوف دلوقتي، لكن الحمد لله بقى له ثلاث سنين راجل زي الفل ومتعافي، وكمان بيساهم هو الآخر بدوره. فما فيش شك إن الإدمان وإدمان المخدرات تحديدا ليه تأثير كبير جدا على صحة الشباب، وليه تأثير كبير جدا على الشباب، وزي ما شفنا من خلال هذا التقرير.